مظاهر احتفالية في اعتصام قوى ميثاق التوافق الوطني في يومه الثاني أمام القصر الرئاسي في الخرطوم بعد مواكب سيرتها هذه القوى للمطالبة بحل حكومة حمدوك وتوسيع المشاركة. يأتي هذا بينما تتهم أطراف أخرى هذه القوى بالاستنصار بفلول نظام البشير، لكنها ترد بأنها حريصة على الانتقال الديمقراطي. من الواضح جدا جدا أن استمراريته رهينة في عملية المساومة والضغوط التي تمارس على حكومة السيد رئيس الوزراء لحل الحكومة. أيضا من الواضح أنه يتوقف على الضغوط الدولية والإقليمية التي ستضغط الجانب العسكري، باعتبار أن ما تم الآن أمام مباحث القصر الجمهوري هو واحد من السيناريوهات التي يمارس من خلال ضغوط على المدنيين. المعتصمون تمددوا باتجاه شارع النيل الحيوي وأغلقوه، فيما أعلن حزب البعث السوداني عن عدم رضاه عن قرار الاعتصام، ما ينذر بتصدعه من جانب وبتحشيد أكبر لتقوية الموقف من جانب آخر. الاعتصام أصبح أغرب لوجهة المكون العسكري ويناصره ويناسده ويسانده في هذا المنحة، باعتبار أن الاعتصام نفسه قد أقيم بالغرب من القصر، وفي ذلك تأييدا واضحا للمكون العسكري الذي يطالب بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات. هذا فيما تنشط واشنطن في الضغط على طرفي المكون المدني من أجل الحوار والوصول لتفاهم سريع في مسعى ربما يخفف الاحتقان السياسي إن اكتمل. ويراهن رئيس الوزراء السوداني من ناحيته على خارطة الطريق التي طرحها ومن بين بنودها إنهاء شقاق قوى الحرية والتغيير. خالد عويس، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.